حلو يا طارق انه هذه الفن ما يقتصر على الرجال فقط، يعني كانت مناسبات قبل، واعتقد حتى حاليا في مناطق موجوده في بغداد من منطقه الزبير مثلا او ما بعد الزبير، الرقصه كانت تتم رجال ونساء، كان يعني اجواء وطقوس جدا جميله، وخصوصا في ايام الجمعة يعني لان لها روحيه دينيه، يعني هالحالة المولد واي مناسبه فيها فرح تكون الفرقة حاضرة. خلي ببالك العرس بالبصرة، إذا ما به شيء أجواء ما أعتقد راح تكون أكو متعة. تونسنا كل شيء أكو اليوم، شكرا جزيلا سيدي، شكرا جزيلا، شكرا أروع على حضورك اليوم في المياه. لا الولد.